ولا سيما استعمال المقرات العموميه، ثم نشوف الموسيماليتي مازال مجموعه من المعتقلين السياسيين فرصه يا فانيتي باش نطالب باطلاق صالح نصر، ثم نطالب كذلك بتحرير كافه المعتقلين السياسيين في المغرب، لانه كما ان الدوله تدعى بانها تتخذ العديد من الاتفاقيات وان تطالب الانسان، ولكن عاد بالممارسه اليوميه بأن هناك انتهاك صارخ للحقوق والحريات، وهذا دليل أن الدولة ماضية فعلا في انتهاك هذه الحقوق، وبالتالي فعليها أن تترقب ما ستكون لها ممارستها الاجتماعية، لا سيما المحافل الدولية ستتعرض لا محالة للنقد البادع، وخصوصا في المجالس الدولية لحقوق الإنسان الموجودة الآن على قريب، ثم أن المنظمة الحقوقية نفسها نظرا لتغطي الأوضاع الحقوقية ستضطر إلى إصدار تقارير سوداء حول هذه الوضعية، وهناك يطرح السؤال من له مصلحة، من له مصلحة في استمرار هذا الخرق لوضعية حقوق الإنسان في المغرب. التحية للعمل المحتوي بين الإطارين الحقوقيين، توجه كذلك التحية إلى كافة المناضلات والمناضلين الهيئات كالمحكمة، ثم بشكل خاص توجه التحية للإعلام المحلي بكاد إحضار لوجه أزا الحركة الحقوقية في نضال اسم نضال جديد رفع الطريق في الحريات